السلام عليكم، معكم قناة شريف بالهاشمي، تعليم السياقة وتعليم الميكانيك. اليوم غادي نوريكم البوجي ديال البريشوفاج، باش نقلبوه واش خدام ولا لا. بعض المرات تتعكس لينا في الديماراج، حيدنا البوجي ديال البريشوفاج، هما هادو تيكونوا هنا، الاول الثاني الثالث الرابع، هاكو كيفاش تنسخنو في الصباح تيخدمو. وهاد البوجي ديال البريشوفاج هو هذا، ها هو غادي نسيو دابا هذا واش خدام ولا ما خدامش. دابا غادي نسيو هاد البوجي ديال البريشوفاج، تلصقو واحد الخيط هنا في البليس، وعندنا هنا الموان، تنحطو هاد البوجي، هاد الراس ديالو من هنا بلاصة الكرو، تنحطو هنا نقيس الموان، وهنا في هاد الفيلتاج تنقيسو، هنا في هاد الفيلتاج تنقيسو بالبليس اللي جاي من هنا، هو هدا، غنشوفو إلا سخن الراس ديالو راه مزيان، ما سخنش خاسر. حسبوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ما سخنش هذا محروق. غادي نشوفوا التجربة لهذا البوجي الآخر ونشوفوه حتى هو، نديروا ليه حتى هو نفس العملية، نحطوه هنا هذا الكرو هذا، نحطوه فوق الموا وهنا نقيسو بليس، غادي نشوف واش غادي يوقع ليه. ها ولا تي، ها ولا تي يخرج منه الدخان، ها ولا تي حمار. هذا دابا مزيان خدام، ونتمنى ان الفائدة تعم الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.